واحد، وبالتالي هزيمة المغرب التطواني الذي كان يطمح في يعني المقدمة ديال الترتيب. ناخذوا التشكيلة إذا ديال الفريقين بالنسبة لفريق الضيف، فريق الوداد الفائز يدخل التشكيلة الثانية. في حراسة المرمى عبد الرفيع قاسي، كلاعبين هناك أمين الشهب، عبد الرحيم شكيليط، أنس عزيم، رشيد بريكل، يوسف أنوار، تاج الدين منور، يوسف عبودة، عبد الحق المازيني، عمر حسي، وعبد السلام بن جلون. هذه التشكيلة ديال فريق الوداد الفاسي. المدرب هو السويسري شارل غوسلي الذي سيبحث على نتيجة إيجابية خلال المباراة. بالنسبة للاحتياط، محمد الجناتي، عصام الحلافي، كمال أنيس، نبيل مستاد، باهي ديبودي، عبد الكبير الوادي، وردوان بركاوي. هذه تشكيلة ديال فريق الوداد الفاسي. بالنسبة لتشكيلة فريق أولمبيك أسفي، غادي يدخل التشكيلة التالية. مرويك عبد اللطيف في حراسة المرمى، هناك الإيفواري إتيان بوافو رودريغيز، المادي خرماج، عماد العمري، يونس بن الخضر، كمال الوصيل، أحمد صادق، بن شعيبة عبد العزيز، إبراهيم لارجو، عبد الرزاق حمد الله، وإبراهيم ديون. نسجل غياب اللاعب رفيق عبد الصمد على تشكيلة فريق أولمبيك أسفي، يمكن نعتبره واحد من الغيابات اللي يمكن تكون مؤثرة على التشكيلة ديال فريق أولمبيك.